هنشتغل في فيديو النهاردة الغرزة دي، هي كلها غرزة عمود بلفة وبنشتغلها بطريقة سهلة جدا، وهي غرزة سريعة وهنبتدي ننفذ فيها على طول. أول حاجة طبعا زي ما بنقول كل مرة بتختاري الخيط المناسب اللي هتشتغلي بيه وتختاري الإبرة المناسبة معي بالشكل. أول حاجة هنبتدي نعمل عقدة البداية، بنعملها كده كأن احنا بنعمل عقدة بسيطة عادية على طول، وهندخل الإبرة في الخيط بالشكل ده وهنسحب الخيط ونقفل عليه. هنبتدي نعمل مجموعة من السلاسل تكرار الرقم 3، وفي الآخر هنزود غرزتين، يعني 3 3 3، وفي الآخر هنزود 1 2، 1 2 3 بالشكل ده، 1 2 3، 1 2 3، وتفضلي شغالة بالطريقة دي لحد ما توصلي للطول اللي انت عايزاه للمشروع اللي انت بتنفذيه، 1 2 3، 1 2 3 بالشكل ده. بعد ما كملنا بنعمل 2 1 2 سلسلة زيادة. أول سلسلة احنا طالعين منها طبعا مش بنشتغل فيها، بنشتغل في السلسلة اللي بعدها على طول. هنسحب الخيط معايا حلقتين على الإبرة، هطلع من الحلقتين أبقى عملت أول غرزة حشو معايا. هاخد سلسلة، هسيب تحت 1 2، هسيب تحت سلسلتين واخش في السلسلة رقم 3 واكرر، هعمل غرزة حشو واخد سلسلة وهسيب تحت 1 2، وهاجي في السلسلة رقم 3 هعمل غرزة حشو واخد سلسلة وهسيب تحت 1 2، وهاجي في السلسلة رقم 3 هدخل فيها وهسحب الخيط وهعمل غرزة حشو، واكرر السطر كله بنفس الطريقة. هعمل سلسلة واسيب 1 2، وهاجي في السلسلة رقم 3 وهعمل غرزة حشو، هاخد سلسلة واسيب تحت 1 2 سلسلتين، وهاجي في السلسلة رقم 3 وهعمل غرزة حشو، هاخد سلسلة وهسيب 1 2، وهاجي في السلسلة الأخيرة رقم 3 وهعمل غرزة حشو بالشكل ده. ادي السطر بتاعنا، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وهلف الشغل على ده. تمام، هلف الخيط على الإبرة. انا شغلي كله في الفراغات اللي احنا عملناها دي، كل الشغل بتاعنا في الفراغات. اول فراغ موجود عندي مش هشتغل فيه، هخش في الفراغ اللي بعديه على طول. انا لف الخيط على الإبرة، هخش في الفراغ اللي بعديه وهعمل غرزة عمود بلف، هريح ايدي وهعمل غرزة عمود بلف بالشكل ده. هلف، هاخد سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ الأولاني اللي أنا ما اشتغلتش فيه، هدخل فيه كده وهسحب الخيط وأريح إيدي وهعمل عمود بلف. أدي أول غرزة معايا، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الفراغ ده وهخش في الفراغ اللي بعده، هدخل فيه كده وهعمل غرزة عمود بلف، هطلع من حلقتين ومن حلقتين بالشكل ده. هاخد سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ اللي أنا ما اشتغلتش فيه، الفراغ الأولاني، هدخل فيه كده وهسحب الخيط وأريح إيدي خالص عشان ما تبقاش الخيوط معايا شد، وهعمل عمود بلف. هاخد بقى سلاسل، هلف الخيط على الإبرة، تمام، هسيب الفراغ ده واخش في الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط وهعمل عمود بلف، وهاخد سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ اللي أنا ما اشتغلتش فيه وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف. ادي شكل الغرزة بتاعتي، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الفراغ ده اللي أنا طالعة منه، اخش في الفراغ اللي بعديه هعمل غرزة عمود بلف، وهاخد سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ اللي قبليه تاني اللي أنا ما اشتغلتش فيه وهدخل فيه وهعمل عمود بلفة تاني
هلف الخيط على الإبرة وهاجي في آخر فراغ موجود عندي أهو، هدخل فيه وهعمل عمود بلف وهاخد سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ اللي قبله، هدخل فيه وهعمل عمود بلف. ادي شكل الغرزة بتاعتنا. اخر غرزة معايا هلف الخيط على الإبرة، واخر غرزة معايا موجودة هنا هدخل فيها كده تحت الحلقتين وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف. ادي شكل الغرزة، هو ده التكرار اللي بنشتغل بيه طول السطر. هنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3 سلاسل، وهلف الشغل على ظهره، ونفس اللي كررنا فوق هنكرره تحت. هسيب الفراغ الاولاني وهخش في الفراغ التاني هعمل فيه عمود بلف، هخش في الفراغ ده كده واسحب الخيط وهعمل اول عمود بلف، هاخد سلسلة، هلف الخيط على الابرة وهرجع للفراغ الاولاني اللي انا مشتغلتش فيه، هدخل في الفراغ وهسحب الخيط وهعمل عمود بلف، هلف الخيط على الابرة، هسيب الفراغ ده وهخش في الفراغ اللي بعده هعمل عمود بلف سلسلة، هرجع تاني للفراغ الاولاني هعمل فيه عمود بلف. كأننا بنشتغل كروس، العمود بلفة عكس العمود التاني، يجوا على بعض بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة، هسيب الفراغ ده هخش في الفراغ اللي بعده هعمل فيه عمود بلف، هاخد سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وهرجع تاني للفراغ اللي قبله هنا وهعمل فيه عمود بلف، هلف الخيط على الإبرة خش للفراغ ده هعمل عمود بلف سلسلة، لف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ اللي قبله هشد الخيط هعمل عمود بلف. ادي شكل الغرزة، غرزة سهلة جدا وبسيطة وبتكبر بسرعة جدا. هسيب الفراغ ده وهخش في الفراغ الأخير وهعمل عمود بلف، هاخد سلسلة وهرجع للفراغ اللي قبله هدخل فيه وهعمل عمود بلف. ثلاث سلاسل الارتفاع عندي، هخش في آخر سلسلة وهعمل عمود بلف. ادي شكل الغرزة بتاعتنا، وادي الظهر بتاعها، وهفضل شغالة بنفس التكرار، برتفع 3 سلاسل وبعمل عمود بلف، ارتفع 1 2 3 سلاسل والف الشغل على ظهره، هسيب الفراغ الاولاني وهخش في الفراغ التاني هعمل عمود بلفة سلسلة، لف الخيط على الإبرة وهرجع للفراغ الأولاني هعمل فيه عمود بلف، في الخيط على الإبرة وش في الفراغ ده عمود بلف سلسلة، لف الخيط على الإبرة وخش في الفراغ اللي قبله عمود بلف. بين الغرز مفيش سلاسل، بين العمود بلفة والعمود بلفة هو اللي بيبقى فيه سلسلة، عمود بلفة سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وأخش في العمود اللي قبله هعمل عمود بلف، هلف الخيط على الإبرة وأخش في الفراغ ده هعمل عمود بلف سلسلة، هلف الخيط على الإبرة وأخش في الفراغ اللي قبله هعمل عمود بلف. لف الخيط على الإبرة وفي آخر فراغ هعمل عمود بلف سلسلة وهرجع للفراغ اللي قبله أعمل برضو عمود بلفة، هلف الخيط على الإبرة، آخر 3 سلاسل معايا هخش في السلسلة رقم 3 اللي هما كانوا سلاسل الارتفاع بالشكل ده وهعمل عمود بلف. غرزة سهلة وشكلها شيك جدا وسريعة جدا في التنفيذ ومتماسكة، وفي القطن هتبقى حلوة جدا وفي الصوف هتبقى حلوة جدا، ونقدر ننفذها في شنط
في بوليرو، في بلوزة، في سكارف، هتبقى شكلها حلوة جدا. طريقة تنفيذها سهلة وبسيطة جدا، ما بتاخدش مننا اي وقت في التنفيذ، وبتكبر معانا بسرعة وشكلها حلو. تبقى حلوة جدا برضو في الشنط، وتبقى حلوة جدا في الشنط الكروس الصغيرة، وتبقى حلوة برضو في، تبقى حلوة في تنفيذها في مشاريع كتير. غرزة سهلة وبسيطة وتنفيذها سهل. اتمنى يكون عجبكم الفيديو وطريقة التنفيذ.